متأكد تماما انه الجهاز الفني والإدارة دايما بتكلم في فكرة انه كل مباراة هي اللي بتحصل على الحجم او الكم الكبير من التركيز. لكن قبل ماتش الزمالك بماتش، وانت عارف ان المباراة اللي بعد دي الزمالك، بتبقى واخدة جزء من تفكيرك، مش بس في هتعمل ايه في ماتش الزمالك، لكن في فكرة انك انت تحافظ على نفسك في الملعب، انك انت ما تطلعش البدني اللي عندك 100%، انك انت تبقى متخوف مثلا من التحامات عشان لا قدر الله ما يبقاش في اصابات. يعني بتبقى الحته دي داخله في الحسابات يا اشرف؟ بتدخل طبعا في حسابات، بس مش في النادي الاهلي. يعني خليني اقول لك ان دي حقيقه لازم الناس تصدقها ولازم جمهور النادي الاهلي يصدقها، لانه اتعودنا في النادي الاهلي ان كل مباراه بطوله، انه الثلاث نقط دول هم بطوله الدوري او بطوله دوري ابطال افريقيا، وبالتالي انت بتلعب المباراه دي كفاينل مش كمباراه عاديه. ما افتكرش ان ممكن امبارح تقعد تقول ان في سين او صاد او عين من لعيبه النادي الاهلي كان مدخر مجهود او خايف على نفسه او مش مركز بنسبه كبيره. لكن مباراه الزمالك طبعا ليها حسابات مختلفه ما بعد المباراه، يعني ما بعد مباراه امبارح اللعيبه بتبتدي تدخل في تركيز مباراه الزمالك، لكن طبعا ليها كل الاهميه وليها كل التركيز، واعتقد لعيبه النادي الاهلي قادرين على ده وقادرين يفصلوا ما بين انه المباراه الداخليه ثلاث نقاط ومهمه ولازم يفوز بها النادي الاهلي، وما بين انه عنده بعد ثلاث ايام مباراه ثانيه، مباراه مهمه وديربي زي مباراه نادي الزمالك. لكن ده مش موجود في النادي الاهلي، انا باكد لك ده. خليني معاه قبل ما اروح لقرايتك لماتش الاهلي والزمالك، تعال نشوف مع بعض جدول الترتيب، وعايز اسالك كده لانه خلينا برضو ندي الناس حقها، يعني بصرف النظر عن المشاعر اللي ممكن تبقى موجوده من الجماهير، لكن في النهاية خلينا أنه الأرقام على أرض الواقع بتقول أنه السنوات الأخيرة المنافسة الحقيقية على الألقاب بقت بين الأهلي وبيراميدز. صحيح. هل ده بقى واقع جديد؟ يعني هل في مصر تقدر تقول النهاردة أنه المنافس الأول لنادي الأهلي هو نادي بيراميدز مش الزمالك كما اعتدنا من قبل؟ ده جدول الترتيب. طب خلينا نستعرض الجدول كده أشرف. بيراميدز في الصدارة، لعب 24 مباراة، 59 نقطة. نقرأ أرقام كده، 18 فوز، 5 تعادل وخسارة وحيدة. والبيراميدز والأهلي لم يلتقوا في النسخة دي من الدوري، في لقاء مؤجل ولقاء بتاع الدور الثاني. الأهلي طبعا بيدخل في المركز الثاني لأول مرة، عشان وصل لنقطة 42 من 18 مباراة. ثم المصري البورسعيدي بنفس الرصيد من النقاط، لكن لعب 7 مباريات زيادة. ثم زاد اف سي 24 مباراة، اعتقد ان هو حصان اسود البطولة طبعا. السنة دي. صحيح. 24 مباراة، وصل 38 نقطة. ثم سموحة، مودرن فيوتشر، ام بي، الاتحاد السكندري، والزمالك في المركز التاسع، حتى وان كان ليه طبعا عدد مباريات مؤجلة، لكن تتكلم برضو على رصيده من النقاط 34 نقطة. يعني حتى لو وصل ل 24 مباراة احنا بنتكلم خلاص المنافسه على البطوله 48 نقطة، يعني فرق تقريبا حسابيا، يعني حسابيا على 12 نقطة على الورق خلاص، يعني بنسبة كبيرة فقد الزمالك المنافسة على البطولة. لكن يعني بيراميدز الحقيقة برضو، يعني انت بتفتقد لجمهور، ما عندوش جمهور. بيراميدز من الفرق لا تمتلك جماهيرية في الدوري المصري، صحيح بتمتلك إمكانيات وبتمتلك كمان إمكانيات مادية. تفتكر تجربة بيراميدز دي لو كانت مع نادي مثلا زي الاتحاد أو مع نادي زي الإسماعيلي؟ جدا تفرق جدا، يعني تفرق جداً. بمراحل. يعني عايز أقول لك إن ممكن كنت تشوف بالإمكانيات دي المادية والبشرية دي، كنت ممكن تشوف أندية بتنافس فعلا على البطولة بشكل كبير. يعني بيراميدز بينافس صحيح لأول مرة الموسم ده، بيتصدر. لا هو كل سنة بينافس. بينافس، لكن عمره ما حقق لقب. يعني صحيح. ما خدش ولا بطولة. صحيح. لكن على المنافسة موجود، لعب نهائي كأس أكتر من مرة، لعب نهائي سوبر أكتر من مرة، لعب كذا سيزن تحس انه قريب داخل في المنافسه مع الاهلي، يعني ماشيين بشكل جيد. اعتقد بشكل جيد. في الكم موسم اللي لعبهم بيراميدز في الدوري بينافس على بطولات، دخل بطوله افريقيا او دوري ابطال افريقيا، ويعني في اداء جيد ليهم، في نتائج جيده، لكن لسه ما قدروش يحصلوا على بطوله نتيجه انهم بيفتقدوا الحاجات كتير. عشان كده احنا بنقول دايما انه
الاستمراريه محتاجه عوامل كتيره جدا جدا. استمراريه انك تفضل البطل او تفضل موجود على منصات التتويج شيء مش سهل، وشيء من الصعوبه جدا جدا انك تقدر تحافظ عليه. ممكن تاخد بطوله، وده اللي بنقوله، انت ممكن تحصل على بطوله اثناء مشوارك في مواسم عديده، لكن ما تقدرش. الاستمراريه دي محتاجه عوامل كتيره جدا عشان تقدر تستمر على منصات التتويج باستمراريه كبيره. ده النادي الاهلي، ده السيستم اللي موجود، وده النظام اللي بنتكلم عنه في النادي الاهلي، العمل الاداري الناجح جدا جدا. عشان كده بس ما بتقدرش تقول انه ده مجهود لاعبين او مدير فني او جمهور او لا، هي منظومه كلها، منظومه كامله، منظومه اداريه كامله. اعتقد ان ده هو سبب نجاح النادي الاهلي. بيراميدز طبعا يعني اعتقد ان ليهم كل التحيه ان هم يقدروا ينافسوا بهذا الشكل. مظبوط. عندهم امكانيات كبيره، لكن بيفتقدوا العامل مهم جدا جدا، من اهم العوامل، وهي عامل الجمهور طبعا. يعني المنافسه اعتقد زي ما قلت يا احمد ان في المواسم الاخيره ما بين الاهلي وبيراميدز دي حقيقه نادي الزمالك بعيد شويه عن المنافسه في كان غريب المحلي. بالنسبه لك والزمالك بعيد رقميا حسابيا يعني عن المنافسه، انك تسمع تصريحات انه الزمالك مش هيلعب ماتش الاهلي وانه هينسحب من المباراه؟ غريب طبعا، قرارات غريبه يعني، ما اعرفش سببها ايه. وتحديدا دلوقتي، انت كان ممكن تقول الكلام ده من مباراتين ثلاثه، ليه قبل مباراه النادي الاهلي؟ خلينا يعني مش عايز اتكلم على القصه، مش اشاعات بس ولا تسريبات، احنا بنتكلم على واقع اخبار صدرت بشكل رسمي. صحيح. لكن كنت شايف الحقيقه انه نادي الزمالك لو عنده حق الاعتراض كان ممكن من قبل كده. جدول نزل واتعرف ان النادي الاهلي ليه مؤجلات ونادي الزمالك ليه مؤجلات. نادي الزمالك عنده مؤجلات. خساره المصري تفتكر؟ طبعا اثرت بشكل كبير. خلي بالك الضغط الجماهيري اعتقد بيفرق شويه مع نادي الزمالك. تصريح الامتصاص غضب الجماهير ولا طبعاً. انا شايفه كده يعني، مع احترامي الكامل طبعا لمجلس اداره نادي الزمالك، ليهم كل الاحترام، لكن انا شايف انه تصريح شويه لامتصاص جماهير او غضب جماهير نادي الزمالك. تذاكر جماهير الزمالك في ماتش الثلاث خلص. يعني الجماهير خلاص. يعني الجماهير عامله اللي عليها بصراحه. هي الجماهير مش مقصره بصراحه في اي حاجه. يعني تصريح اعتقد انه، واتمنى ان نادي الزمالك يكون متواجد في المباراه. انت عندك شك انه هيبقى؟ لا، ما عنديش شك. واحد في المليون. واحد في المليون حتى اعتقد نادي الزمالك هيلعب المباراه، لانه قرار يعني شايفه في تسرع وشكل خاطئ جدا. يعني الدوري يا جماعه، احنا الدوري المصري يعني ما ينفعش يبقى بهذا الشكل، انه قبل مباراه النادي الاهلي او مباراه قمه اعتذار عن المباراه او مش هلعب على او انسحاب. يعني طبعا احنا يعني قرار غريب الحقيقه. يعني احنا نحن في الانتظار، في لائحه وفي طبعا، واعتقد في عقوبات وهتطبق. اتمنى يعني انه هتطبق في الموقف ده. لكن خليني اسالك سؤال، اللاعب نفسه يعني انت لو هو طبعا عمر ده ما حصل من النادي الاهلي. انا عارف انه في ماتشات كتيره جدا، يعني ماتش الجون بتاع فيليكس ونبيل محمود اللي انسحب فيه الزمالك، كان فيليكس وحسين عبد اللطيف اعتقد ولا نبيل محمود؟ لا، كان نبيل محمود انسحب فيه الزمالك بعد تسجيل فيليكس لهدف عشان اعتراضا على انه تسلل. ماتش ايمن عبد العزيز اللي اتطرد فيه بعد 4 دقائق من بدايه المباراه. ايوه، مش فاكر ضرب مين، بس هو دخل لعبه عنيفه، كان حكم اجنبي في وسط الملعب.